نعتمد بحول الله اليوم استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 إلى 2025 التي تمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة. حقق صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام السابقة إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة تمكن من خلالها الوصول لمستهدفات استراتيجية مهمة، حيث ضاعف صندوق الاستثمارات العامة وصوله إلى ما يقارب 1,500 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2020. كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة عددا من القطاعات الحيوية الواعدة والمشاريع الاستثمارية الكبرى في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم التي تسهم في تنويع موارد الاقتصاد السعودي وفق ما رسمتها أهداف رؤية 2030. كما قام باستحداث 331,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020. يعمل صندوق الاستثمارات العامة بحول الله على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة تصل قيمتها إلى 1,000,000,000 ريال خلال 5 سنوات القادمة من خلال 13 قطاعاً، إلى جانب مضاعفة حجم الأصول ليتجاوز 4 تريليون ريال في 2025 وصولاً إلى 7,500,000,000 ريال سعودي في 2030. كما يستهدف صندوق الاستثمارات العامة ضخ استثمارات في مشاريع جديدة تصل إلى 2 تريليون ريال من عام 2026 إلى عام 2030 ليصبح مجموع الاستثمارات في 10 سنوات القادمة ما يقارب 3 تريليون ريال سعودي في قطاعات جديدة. يستهدف صندوق الاستثمارات العامة استحداث 1,800,000 وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال 5 سنوات القادمة، وذلك انطلاقا من أن صندوق الاستثمارات العامة لا يعد ذراع استثمارية المملكة العربية السعودية فحسب، بل محركا أصيلا لتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف. يمضي صندوق الاستثمارات العامة بخطوات ثابتة ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم بحلول 2030. كما ستتجاوز أصول صندوق الاستثمارات العامة بعون الله 7,500,000,000,000 ريال سعودي في 2030، تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية والتنموية الشاملة، مرسخة بذلك مكانته ضمن دوائر المال والأعمال العالمية لكي يكون الشريك المفضل عالميا. لقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاستنا في عام 2015 وإعادة هيكل صندوق الاستثمارات العامة وإعادة صياغة الاستراتيجية بالكامل في ذلك العام، مما أدى إلى وضع في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصف صندوقا سياديا رائدا وضاعف وصوله وقادرا على استثمار رؤوس أموال كبيرة في المملكة العربية السعودية وفي أسواق العالم لتحقيق عوائد طويلة المدى من خلال إطار حوكمة متين وعملي ومنظم واضح الصلاحيات والمهام ويتبع أعلى المعايير العالمية. صندوق الاستثمارات العامة ينظر إلى القطاع الخاص بوصف الشريك الأهم والدائم مرحليا واستراتيجيا، وبه ترتبط نجاحات متعددة لا حصر لها، وما يزال العمل المشترك مستمر في تطوير وتفعيل الأدوار لإعطاء المزيد من الفرص للتمكين والاستثمار مع القطاع الخاص، حيث نستهدف اليوم رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 60% من مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له خلال 5 سنوات القادمة. ساهمت إنجازات صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق الاستدامة المالية والتنموية للاقتصاد السعودي، ويلتزم الصندوق بضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي بشكل سنوي ومتزايد حتى 2025، ويستهدف صندوق والشركات التابعة له المساهمة في الناتج المحلي الغير نفطي بقيمة 1,200,000,000,000 ريال سعودي تراكمياً بنهاية 2025. في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في المستقبل، مستقبل المملكة ومستقبل العالم، وغايتنا يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وبهذا ستكون نهضة المملكة ارتقاء للعالم. أود أن أشكر معالي أعضاء المجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة واللجان وجميع منسوبي الصندوق على جهودهم الكبيرة لتحقيق المستهدفات خلال الفترة الماضية وصولا لهذه الاستراتيجية لعام 2025. وختاما نسأل الله أن يكلل جهودنا بالتوفيق لتحقيق تطلعات ملك عظيم لشعب عظيم يسكن وطنا عظيما اسمه المملكة العربية السعودية. شكراً.